السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة الطبية. وهنتكلم النهاردة عن بيتا فوز حقن المضاد للحساسية والالتهابات. بيتا فوز حقن مضاد للحساسية والالتهابات من الأدوية التي تستخدم في التخفيف من الالتهابات التي تصيب الجسم، فهو يعزز من مناعته ويقويه ضد ظهور هذه المشاكل. يحتوي على المادة الفعالة بيتا ميثازون، وهي عبارة عن ستيرويد قشري تقلل من الالتهابات بفاعلية، وتستخدم هذه الحقنة كبديل لهرمون الكورتيزون الطبيعي. نتكلم عن دواعي استعمال حقن بيتا فوز. تساعد هذه الحقنة في تقليل من التهابات من خلال تثبيت هجرة كريات الدم البيضاء. تحفز هذه الحقنة جهاز المناعة ضد أي مؤثر خارجي مختلف. تتميز بأنها لا تسبب في حدوث احتباس للسوائل في الجسم، وتستخدم في علاج أنواع عدة من الحساسية التي تصيب حالات كثيرة في الغالب عند الأشخاص البالغين. يمكن استخدامها في علاج التهابات الجلد والحساسية والحكة الشديدة، ويصفها الطبيب في حالة الإصابة بالصدفية، وعلاج فعال من يعانون من مرض الربو الحاد، وتفيد في حالة الإصابة بالتهاب في المفاصل ومن لديهم مشاكل في الجسم من التهابات مزمنة، ويمكن استخدامها في حل بعض مشاكل البشرة. من الأدوية الفعالة في علاج اضطرابات الغدة الكظرية في حالة عدم قدرتها على إفراز الكورتيزون بشكل طبيعي، وعلاج الالتهابات التي تحدث في الجسم في الغدة الدرقية، معالجة التهابات القولون والأمعاء والمعدة بفاعلية كبيرة في حالة ما إذا كان الشخص يعاني من حساسية في العين تؤدي إلى الحكة الشديدة والإحمرار. تسكن الآلام في حالة إصابة بأمراض سرطانية، أهمها سرطان الدم والأورام الليفية عند النساء. حقن بيتا فوز للعظام. يمكن استخدام بيتا ميثازون، وهي المادة الفعالة للدواء، لعلاج بعض الحالات التي تؤثر على العظام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. الحقن للمفاصل يمكن استخدامها لعلاج بعض حالات التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل التنكسي، ويعمل عن طريق تثبيت عمل الجهاز المناعي في الجسم، وبالتالي يقلل من التورم والالتهاب والحساسية، ولا يوصف استخدام العلاج أي أضرار في الغضروف، حيث يستخدم هذا الدواء عادة لعلاج الالتهابات والتورم والحساسية والأمراض الجلدية والمفاصل الروماتويدي، ولا يوجد دليل علمي يدعم استخدام بيتا فوز لعلاج الغضروف. يمكن استخدام حقن بيتا فوز في بعض الحالات لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، ولكن يعتمد هذا على تقييم الطبيب وحالة المريض، ولا يوصي باستخدامها لعلاج مشاكل الشعر، حيث أن الدواء ذو التركيبة تساعد في التخلص من الالتهابات والتورمات التي تصيب الجلد. ويجب التجنب استخدام حقن بيتا فوز خلال فترة الحمل إلا إذا كان ضروريا وبعد استشارة الطبيب المختص. يمكن استخدام العلاج بعض أنواع الحساسية مثل الحساسية الجلدية والحساسية الصدرية وحساسية الأنف والعيون، ويعتمد استخدام بيتا فوز في حالات الحساسية على تقييم الطبيب للحالة الصحية للمريض ونوع الحساسية وشدتها. يستخدم أيضا لعلاج بعض أمراض الرئة التي تتطلب العلاج بالكورتيكوسترويدات مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئة والربو الشديد وأمراض الرئتين. ويعمل بيتا ميثازون الموجود في بيتا فوز على تخفيف الالتهاب والتورم والتشنجات في الشعب الهوائية والرئة. جرعة بيتا فوز أمبول. جرعة هذا الدواء يتم تحديدها على حسب حالة المريض، وينصح باستخدام الجرعة بأقل جرعات في البداية للحصول على فاعلية قوية من العلاج. جرعة الحقن يتم أخذها من 1 ل 2 ملي مرة واحدة، وقد يتم تكرار العلاج كل 3 إلى 4 أسابيع على حسب الحالة. ويتم أخذ الحقن عن طريق العضل أو في المفاصل أو الحقن الموضعي في مكان إصابة المريض، ومن الضروري تعقيم المكان قبل أخذ الحقنة وتجفيفه من أي ملوثات. يمنع استخدام الحقن عن طريق الوريد أو أخذ الجرعة تحت الوريد. لا يجب زيادة الجرعة عن الحد الذي وصفه الطبيب إلا بعد استشارته وعلى حسب الحالة فقط. متى يبدأ مفعول حقنة بيتا فوز؟ يعمل الدواء بسرعة عندما يتم إعطاؤه بشكل مباشر في العضل أو في المفصل المصاب، حيث يمكن أن يشعر المريض بتحسن سريع في الأعراض، ومع ذلك يمكن أن تستغرق بعض الحالات وقتا أطول للاستجابة للعلاج، ويمكن أن تستمر فترة العلاج لعدة أيام أو أسابيع حسب الحالة. يحذر من استخدامها في حالة تناول أي أدوية أو مكملات عشبية أو فيتامينات دون إخبار الطبيب حتى لا تحدث تفاعلات خطيرة. يمنع استخدام الحقنة مع الأطفال لأنها خطر عليهم، حيث أنها تحتوي على كحول بنزيلي، ولا تستخدم بأي شكل من الأشكال مع الحوامل أو في فترة الرضاعة الطبيعية.
وينصح بتوخي الحذر في استخدام الدواء خلال فترة الحمل، حيث أن هذا من الممكن أن يؤثر على الجنين والحمل، وقد يزيد استخدام بيتافوس خلال فترة الحمل من خطر الإجهاض. يمكن أن يؤدي استخدام هذا الدواء إلى زيادة مستوى السكر في الدم، مما قد يستدعي زيادة جرعات الأنسولين أو الأدوية المستخدمة لخفض مستوى السكر في الدم. سعر حقن بيتافوز، سعر بيتافوز أمبول 16 جنيه. طبعا ده السعر قديم. أتمنى إن شاء الله الحلقة تكون عجبت حضراتكم، وبطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة، تضغطوا لايك وتعملوا كومنت على الفيديو.